السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم يا جماعه عندنا مقطع جديد، مقطع اليوم عن لعبه بلانس فيرس زومبيز 2 ريفلوست. النهارده يا جماعه هنبدا في العالم الثلجي. ياب يا جماعه ان شاء الله باذن الله في هذا الفيديو هنبدا في العالم الثلجي، وياب المهم واضح ان هو ان شاء الله مش هنطول فيه كتير، هو تقريبا 5 ليفلات وان شاء الله يعني ما يكونش زي العالم اللي فات. العالم اللي فات اصعب منه بكتير، خصوصا هو ليفل 41، فنامل انه ان شاء الله يعني ما يكونش بالصعوبه دي. اوكي يا جماعة، اول حاجة ده العالم التلجي، فمحتاجين ايه؟ حاجات يعني حارة عشان تقدر تدوب التلج وكده، ومحتاجين الوردة دي. ان ما شاء الله طلع في الفيديو اللي فات ان الوردة دي اوفر باور، والله بجد اوفر باور، يعني ده اقوى من الفطر واقوى من البيرمالي سان فلاور واقوى تقريبا اقوى وردة في اللعبة دي تشيري. واتوقع ان كده ان شاء الله مش محتاج ارجع هات البرق. ليه بقى؟ عشان في ابو سنجاب هنا. الله بقى في قدرة النار ده، يا ريت والله لو يضيفوا قدرة النار بدل قدرة التلج. والله قدرة التلج ملهاش لازمة. ايوه 3 زومبيز خلاص عليهم بقى كده مرة واحدة. اوكي حاليا يا جماعة مبدئيا الوضع كويس جدا، و يعني احنا مرتاحين الصراحة. يبقى بيني لو عرفت تجمد. واو ايوه كده يا جماعة رموا. ايوه ابو سنجاب ابتدوا ييجوا. لا يوه ايه البطه الغبيه دي؟ ايه البطه الغبيه دي؟ اوكي ده الفاينل ويف. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ لا ايه اللي حصل من شويه ده؟ الله ليتس جو. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خلاص 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 ايزي 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 ايزي. اول ليفل كان بالصعوبه دي، بس نعم ان شاء الله الليفلات الجايه تكون اسهل ان شاء الله يعني. ها ان شاء الله ليتس جو. ايزي مان فيري ايزي. ويلا بينا خلينا نروح على الليفل الثاني. نعمل ان شاء الله نكون الليفل الثاني كده سريع. هو ايه ده؟ ايه ده؟ الله أربعة من النبتة دي. حلو 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 حلو. هو ما احنا بس ما لناش غير ان احنا نستنى بس. ايوه ايزي مان. ايوه 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 ايوه. اوكي يا جماعة. لا 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 اتكل على الله بقى. في ليه حصل كده طيب؟ ليه ليه جمتهم ليه؟ اوكي يا سلام. اوكي اوكي خلاص الليفل تمام. البيفل كان في البدايه صعب شويه، بس الحمد لله انقلبت الموازين والليفل بقى سهل. يا سلام. وياب يا جماعه شوف، وياب يا جماعه كده خلصنا الليفل 32 دلوقتي هنروح على الليفل 33. حيا بنا. ايوه هنجيب المدفع. الصراحه طلع المره اللي فاتت كان ممتاز جدا. ونجيب الورده الاوفر باور دي طبعا، ونجيب النبته دي. بس طبعا هو جايب لي المروحه التلجيه دي مرتين مش عارف ليه. الو هو ايه ده؟ هو مديني مساله فيزيائيه ولا تحت فوق تحت فوق في ايه؟ اوكي كويس انه جاب لي المروحه ديت بالذات عشان انا احتاجها قريب. يا عمي بقى كفايه كفايه. امشي 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 امشي. يا الله في ايه؟ اوكي نعيد تاني نعيد تاني عشان واضح ان احنا هنتجرد كتير في العالم ده. والله خلينا نجرب التشكيله الغريبه اللي احنا جبناها دي، يمكن تفيد في الليفل المعفن اللي احنا بنلعبه ده. بس انا لاحظت افضل مكان يمكن نحط فيه الورود هو التلات هم الاماكن اللي تحت دي. طب استنى بقى الزومبي ده هنعمل فيه ايه؟ امشي. ايوه يا سلام. ايوه اضرب ليتس جو. اوكي ارمي كده نار. يا سلام ممتاز 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 ممتاز. اوكي ايوه راجل كبير اهو. الناس حلوين. قوم 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 قوم. اوكي يا جماعه الليفل ملاحظ انه الليفل سهل جدا. ايوه نزل بقى الفاير كده. نزل 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 الثلاث عيال بتوعك دهم. يا سلام. ايوه ليتس جو ليتس جو ايزي ليتس جو. فتحنا النبته ديت. شكرا الصراحه على النبته ديت. وياب نفتح. ايوه خلينا نروح على الليفل اللي بعده. بس قبل ما نروح على الليفل اللي بعده خلينا ناخد ال 250 كوين بتوعنا اللي احنا خدناهم، وغير كده نروح على الليفل اللي بعده. خلاص ما فيش حاجه تانية. لا احنا هنموت يا جماعه. خلاص جي جي من غير ما ندفع والدره والبتاعه دي والبتاعه دي والبتاعه دي والبتاعه دي. استنى ده المدافع كلها تاخد. اكلت الشموس كلها. خلينا نحط بس نبتتين هنا، نرشق في النص قنابل. نسرع شويه بس نستنى لحد ما ايه ما القنابل تطلع.
ليتس جو. انا ملاحظ انه ما نزلش ولا زومبي لحد دلوقتي. يا سلام، ده خلصوا عليهم في ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه شيل 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 بقى، عشان انا ملاحظ ان في استهبال بدا يبدا. وياب خلصنا الليفل 24 بسرعه سريعه جدا ما شاء الله. خبا نروح على الليفل 25 يا حبيبي. اوكي لازم ندافع عن النباتات وغير كده لازم. اوه ايه ده 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 ايه الزومبي الجديد ده؟ اوكي يا جماعه اعتدال، احنا نشوف زومبيز جداد. نايس، وهذا الشيء الذي لا نحبه. اوكي حطنا الطماطم اهو. لان الاوضاع حاليا كويسه مش قوي. بوم كلو. استنوا يا جماعه، ايه ده ايه ده؟ في ايه في ايه؟ ايوه شكرا. ايوه ليتس جو. لا 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 لا. كويس ان هو لحد الان محترم نفسه، مش يعني بينزلش يعني حاجات جامده، يعني زومبيز اقوياء ولا نباتات، يعني زومبيز اقوياء ولا زومبيز غريبين كده. اوكي اوكي اوكي. حاسس انه غلط كبير ان انا حطيت الشير دلوقتي. يا ساتر. اوكي انا ملاحظ ان ده هيلسو عالي شوية. لا اله الا الله. ايه ده؟ اوكي متنا. لا متنا متنا رسمي، يعني رسميا متنا. هيا خد هيا خد لك النبتة الحمارة مان. اولا 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 اولا. امسك تفاحة وامسك بشوطر يموتك يا ولد. يلا 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 بقى يلا يلا. احنا اتعودنا على الليفلات السهلة دي، احنا اتعودنا عليها اتعودنا عليها من زمان.
فيا يا جماعه شكرا لكم على المشاهده، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. يعني ما شاء الله يعني قدرنا نخلص العالم في وقت قياسي الصراحه، نص العالم مش العالم كله. فيا يا جماعه شكرا لكم على المشاهده، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.